يا أهلاً. قلتلك أشتري منك الخشب ده كله بدل المسوس هياكله، وأديك بتبيعه أرخص مما كنت هديهولك. آه، أنتي طلعتي مراقباني بقى وعينك عليا. أنا ليا عيون في السوق كله، ده شغلي. الحمد لله على سلامة رجوعك للسوق ورحيل. اوعى تكوني فاكرة إني متضايق إنك رجعتي تشتغلي، ده أنا فرحان لك من قلبي. ده أنا اللي فرحت لك على جوازك من كوثر. يظهر لما بتلاقي السوق نايم بتسلي نفسك في جوازة. سيدي مبروك. اللي أنت اتحسدت ولا إيه؟ أصلها مش زهرة خالص. لا ده موضوع خايب كده وراح لحاله، ورجعتها لأهلها خلاص. خسارة. لا مش خسارة. أنا لو في خسارة واحدة بس في حياتي هي أنت يا رحيل، لأن أنا لا حبيت ولا أحب حد زيك. طب صدقي وتأمني بالله، لا إله إلا الله، أنت وأنت داخلة عليا دلوقتي قلبي كان بيرفرف، ما شفتش حاجة في الدنيا غيرك. أثبت لك إزاي بس إن أنا بحبك؟ الحب أفعال مش كلام يا بدر. حلو، وأنا على قولك، أنا مستعد أعمل أي حاجة أنت عايزاها في الدنيا دي كلها. كفايه كبر بقى، اقسم بالله ما هتلاقي حد في الدنيا دي كلها بيحبك قد رحيل. مش انت خسرتني فلوس ووقفتي قصادي راس براس في وسط السوق كله؟ اقسم بالله لو حد غيرك كنت دفنته مطرحه، بس ده عشان انت انا وافقت، عشان بحبك وعشان عايز اشوفك ناجحه. اسمع كلامك اصدقك. طب اديني اشاره بس انت، وانا هعملك كل اللي انت عايزاه ومال الدنيا كله يبقى تحت رجلك. اشاره ايه ومال ايه يا بدر؟ انت اتجننت؟ انت بتفكر فيها كده ازاي؟ لا لا لا، انت فهمتيني غلط يا بنت الناس، ده انت فوق راسي وفوق الناس كلها. طب انا اشوف بس في عينيك الرضا، وقبل ما تكوني موافقه هيكون المأذون قاعد هنا. قلتي ايه؟ عايز تتجوزني؟ ده يبقى احلام في حياتي. ولو انا وافقت اتجوزك يا بدر تعملي لي اللي انا عايزاه؟ اعمل لك اللي تحلمي بيه مش اللي انت عايزاه. ترجع لي معرض ابويا. حصل. وتسلمني اللي قتله. انا كده تمام، مش مطلوب مني حاجه تاني، مش كده؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ قلت لك مش هاخد منك دقايق. طب انا بقى هتذكر، انا بقى لا بدر يكون قاطرني ولا حاجه. استنى. ايه؟ احنا لسه ما خلصناش كلامنا. عايز اوعيك، مش عايزك تفضل خايف من بدر كده. لا انا مش خايف منه، انا بس مش عايزه يحس ان احنا بندبر له الحاجه عشان ما يتحوطش. جدع جدع يا حمزه، انا عايزك تفضل مركز كده. هو خلاص نهايته قربت. هو صحيح الموضوع ممكن ياخد كام سنة، بس احنا ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ لا ورانا عمر عايزين نعيشه. انا مش هفضل عايش المدة دي كلها حاطط نفسي تحت درسه. بالعكس، القضية كل ما تاخد وقتها في المحكمة كل ما يبقى أحسن لك انت واختك. في حاجات كتير قوي حبان، زي مثلا مين اللي قتل ابوك. لا مين اللي قتل ابويا ايه؟ معلش، هو مش اللي قتل اعترف واتسجن والحكايه خلاص اتقفلت؟ لا يا حمزه، اللي قتل ده المستفيد من الموت، اللي كوش على كل حاجه، اللي خد كل املاكه ومسح الباقيين باستيكه. يعني انا من خبرتي كده بيتهيألي ان بدر لعب في الورق وبعدين خلص على ابوك الله يرحمه، والباقي بقى انت عارف. بدر يعملها، ده شطار. بس قسما بالله لو طلع هو اللي عملها ما يكفيني موته. حتى لو عملت كده اعرف اخرجك منها بعد 3 شهور، انت راجل بيدافع عن حقه. احنا سكتنا واحده يا حمزه، وزي ما انت ليك حق عند بدر، انا كمان اختي ليها حق عنده. وانت يرضيك اللي حصل في كوثر؟ كوثر؟ لا لا طبعا ما يرضنيش، يعني لا ما يرضنيش. طب انا هتكر انا على الله، يعني
عشان برضو لو قطفني ولا حاجة ما شفناش مع بعض. مسكتنا واحدة صح؟ أكيد أكيد. نورت يا حمزة. خليك لو في حاجة كلمني في أي وقت هرد عليك على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.